فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما سواها فألها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا وباقوها فدمدم عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة إلى روح المتوفى إلى مرتبة الجنة.